ينحدر سكان البهاليل من قبيلة بهلولة أو بني بهلول التي توارد ذكرها في الكثير من المراجع التاريخية القديمة. هذه المنطقة عرفت أحداثا تاريخية عظيمة يفسر معظمها بالضارب والمضروب والقاتل والمقتول، لأن هذا الحيز الشاسع ينعم بأراضي فلاحية وغابات كبيرة، فتحول إلى نقمة على السكان، حيث قامت القبائل المجاورة بتضييق الخناق عليهم بغية التوسع والاستيطان. تكونت قبيلة البهاليل من 5 مداشر اجتمعت فيما بعد لخدمة دفاعية عن مراعيها ومواشيها وأراضيها الزراعية الشاسعة، لتعطينا البهاليل الحالية بأحيائها الثلاثة: الخندق، القصبة، وأغسطيس. تاريخ هذه المدينة الجميلة ينقسم إلى فترتين: ما قبل الاستعمار الفرنسي وفترة وصول الفرنسيين إلى منطقة صفر والبهاليل. هي محصنة بالأسوار من كل الجهات. مداخل المدينة عبارة عن 6 بوابات عالية وشامخة كبوابات القلاع الأندلسية القديمة. الأسوار والبوابات أعدت لحماية السكان من كل خطر أو هجوم خارجي قد يتهددهم. رغم تهديم بعض الأبواب والأسوار أيام الاحتلال الفرنسي، فإن أثر ما تبقى منها يحدد مجال المدينة القديمة. لجأ سكان البهاليل إلى حفر الكهوف لغرض السكن والحماية من غارات الطامعين في ثرواتهم آنذاك. ويوم كانت المساكن عند القبائل الأخرى تبنى بالقش والطين والقصب، كان البهاليل ينحتون الجبال ويتخذونها بيوتا ومخازن لزروعهم. لا يرسوا قدامين، يعني ما نقولوش الأمات، ماشي يقولوا يعني الجدات على كانوا كيلبسوا هذا اللباس هذا، لان الا عملوا يعني القميص او عملوا الجلباب اللي هو يعني تقليدي اللي هو دابا حاليا كيوحلوا فيه في اللباس، علاش؟ لان كانوا كثريه فلاحات كيساعدوا الزوج داخل البيت وخارج البيت، اذا كيخصها تكون بحال الكشاف ديما بحال الاستنفار، هذا كيجيها ساعات كتسيبوا هكذا وتطلقوا. هذه وحده، جوج عاود اللي كتعمل اذا كان عندها الدري كتعملوا وكتحزم عاود به وتشدوا بحال الصاكي على اللي كيعملوا النصرانيه دابا قدام كيعملوه ما عاود اللور كيحزموا به وكيجي يعني ساهل، جات ماشي تصبن كتزر به من هنايا كتلوي على هذا وتبدا عاود سميتو يعني تصبن. ايضا هذا كيف كيقولوا خاصيات ديال ايجابيات، دوك الخاصيات ايجابيات. اما يعني الا عملت يعني الا عملت الجلباب وداك النقاب وكذا، هذه خصها تكون يعني مسافره ماشي عيب عقلها ماشي تخدم حتى شي شغل، بين هذا لا، هذا مستعده دائما يعني حتى الا كانت خصومات بيناتهم ولا شي حاجه تبقى كتعمل له هكذا، هي كتخرج مباشره يعني الخصومه مع خصومة.
إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.